الجراد الصحراوي وده أشهر أنواع الجراد. وده اللي فيه ناس بتتغذى عليه، وفي الجراد الأحمر في شرق أفريقيا، وفي الجراد البني في جنوب أفريقيا، وفي الجراد المصري، وفي الجراد الأسترالي. لكن هو الجراد الصحراوي هو اللي يتغذوا عليه خاصة في دول شرق آسيا. الجراد اللي عندنا ده ما بيتاكلش. هو حضرتك بتاكل بس هو حجمه صغير، لكن النوع المفضل في الاكل اللي هو الجراد الصحراوي، لانه بيصل في حجمه الى حوالي 10 سنتيمتر. لا احنا عندنا كمصريين ما فيش ثقافه اكل الجراد اصلا، لكن بالزبط. هو